كابتن ايمن دجيش، هنشوف هيقول لنا ايه عن الحالات التحكيميه لهذه المباراه. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن اسلام. نبدا باذن الله. طبعا يعني قبل ما ابدا اعرض الحالات، احنا اتكلمنا قبل بدايه المباراه قلنا كابتن اسلام ان 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 المباراه الحكم ممكن يحسب نص الملعب فاولات. قلنا دايما كنا متفقين ان اهم حاجه بالنسبه للحكم هي منطقه الجزاء، الاختبارات اللي بتجيلك في منطقه الجزاء والالعاب المهمه كمان اللي هي قريبه من منطقه الجزاء. فاحنا هنمشي مع بعض كابتن اسلام بالحالات كده ونشوف ايه اللي عندنا. يعني يلا بينا، يعني نمشي اول حاله. خلينا نروح لاول حاله سريعه على طول في هذه المباراه لو جاهز. اتفضل يا كابتن ايمن. ماشي. طبعا هنا هو هنا ادى اتاحه فرصه، مفيش اتاحه فرصه طبعا، كملت اللعبه. مش نرجع تاني اللعبه، نرجع تاني مع بعض عند الخطا. هنا في خطا طبعا، ده كان في الدقيقه 10، في خطا هنا دفع، المفروض هنا كان اتحسب الخطا. مفيش عندي، مفيش اي مجال هنا، في اثنين لعيبه من الاسماعيلي، في لعيب كان المفروض هنا الخطا يتحسب، لكن هو سمح هنا باستمرار اللعب، في خطا اهي سمح باستمرار اللعب ومفيش اتاحه فرصه في اللعبه يعني. فكان المفروض هنا يصفر، لان اللعبه زي ما ماشيين مشيت، ما فيهاش اتاحه، ما فيش هجمه، فكان المفروض هنا يصفر الخطا دون. تمام. هنروح للعبه الثانيه، هنروح للعبه الثانيه. ده تسلل، هو طبعا هنا الوقت كل ده مستمر، احنا ما سمعناش حاجه، اللعبه راحت للجون. طبعا هنا المساعد هاني خيري رفع، وهو طبعا صفر متاخر يعني. يعني المفروض ان انت مثلا عينك تبقى مع كابتن محمود. صفر متاخر، صفر متاخر يعني. انا كنت اتمنى حتى لو هو بص متاخر خلاص الكره رجعت للجون، نمشي نرجع اللعبه ثانيه العاديه، نرجع اللعبه العاديه خلاص. هنا لغايه هنا هنمشي مع بعض، نمشي خلاص. هنا المساعد رفع، ماشي اوكي، ماشي. ايه اللي حصل هنا؟ نمشي مع بعض، هنا ما فيش صفاره طلعت، ماشي كمل اللعبه، كمل اللعبه لغايه لما اللعيب يوصل، كمل اللعبه خلاص. خلاص الكره رجعت للجون خلاص بقى، ماشي ماشي خلاص. طالما ما صفرتش الكره رجعت للجون، ماشي اللعبه خلاص يعني. مفيش مشكله يعني، ما نعطلش اللعبه احنا كحكام يعني. بالظبط يعني. نمشي اللعبه الثانيه. هنا طبعا التسلل ما اختبروش كتير، برافو هنا سمير جمال طبعا رفع. الناس طبعا خد بالها رفع متاخر سمير، هنعرف ليه دلوقتي. ما كانش عندهم بصراحه اختبارات كتير المساعدين في المباراه، كان محمود البنا عنده الالعاب الاكتر النهارده في المباراه. هنمشي هنا، وقف لي ساعات اكلوا الكره. عندنا هنا لعيب متسلل كابتن اسلام، وعندنا اللعيب الناحيه الثانيه سليم. امشي باللعبه. هنا سمير استنى، هنا التاخير هنا جه ان سمير هنا استنى عايز يشوف مين ممكن يكون اللاعب الثاني. لان هو لغايه دلوقتي ممكن الثاني يقف، ده ممكن يقف، ده لو وقف يا كابتن اسلام الثاني يروح. يعني طب كان يروح على طول لو ده وقف وعارف انه هنا مفيش تاخير. مفيش تاخير، هو هنا استنى سمير، لان خد بالك يا كابتن اسلام اللاعب اللي جري ده لو وقف والتاني كمل اللعبه تبقى سليمه. هنروح هنا اللعبه دي من اولها، دي اللعبه دي اللي صابه بتاعه مجدي. هنرجع تاني اللعبه دي من الاول يا جماعه كده، هتبان في الاعاده. بالظبط كده، هتبان في الاعاده اوضح يعني. هي الاعاده بتاعتها. بس اقف لي هنا، اقف لي هنا، اوقف هنا. بص هنا في مسكه من اللاعب الاسماعيلي، انا هنا اصفر عشان امنع في مسكه اهو، في مسك اصفر لعبه في نص الملعب، اصفر يعني. اخلص هنا عمل ايه قفشه؟ قفشه عايز النهارده يفك ايده، فبيبعد ايده، حصل بينهم احتكاك هما الاثنين. انا من البدايه اصفر فاول واريح، ما حدش يتعور، واللعبه في نص الملعب وفي مسك من اللاعب الاسماعيلي، اصفر على طول يعني. ما هي دي ما فيهاش ان انا اسمع باستمرار اللعب، لان في مسك في الزراعه. هو كابتن اسلام قدامنا حصل ان اللعيبه الاثنين اتصابوا، أو بحيث ان قفشه بيسيب نفسه، فحصل اصطدام بينهم هما الاثنين. نروح للعبه اللي بعديها، هنرجع بقى، هنيجي بقى هنا المعايير لمسات اليد. هنا طبعا معلول اهو، ارجع لي في اللعبه ثاني. هو هنا بيستلم برجله، بيستلم ايده طلعت، ماشي ايده طلعت، هنقول ان هو ايده طلعت في وضع غير طبيعي، الكره طلعت، حسبت هاند بول اوكي. ده كويس ان انت جبت لنا اللعبه دي. ماشي، ما انا بقول انت حسبت هنا معيار بقى، معيار احتساب اهو. انت حسبت اهو، مع ان ده وضع لعب طبيعي يعني، وضع حسبت هنا خلاص، ماشي اوكي معاك، همشي معاك. هنيجي بقى للعبه الاهم في المباراه، واللي هي الحدث بتاعت المباراه. ارجع لي بقى، ارجع لي تاني من اول لعبه، نرجع تاني يا جماعه من اول الكوره. بس اوفلين 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 كابتن بعد اذنك، انا مش فارق معايا اول اللعبه وايه اللي حصل. ما انا عايز اقول حاجه كابتن اسلام، انا هحكي معاك في اللعبه كويس قوي. انا هنا الكورنر محمود البنا فين؟ تمام مظبوط، واقف. خلينا بقى هنرجع بعد اللعبه لما تحصل نشوف محمود البنا بقى فين. امشي باللعبه. هنا اللعيب بيطلع، ايده بتطلع وكوعه خارج متكبر. كابتن ايمن، ركله جزاء ولا مش طبعا ركله جزاء؟ ركله جزاء صحيح يا كابتن اسلام. هنرجع بقى من قريب، انا بنقول ايه بقى يا كابتن؟ ايه السبب؟ السبب ايه يا كابتن؟ هو ما شافش حاجه خالص. اذا هي ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. ايه سببها؟ لم يتم احتسابها. معلش يا كابتن، ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي في الدقيقه 39 لم يتم احتسابها امام حضرتك. كملوا كده يا جماعه اللعبه لو سمحتوا. نمشي
هكمل اللعبه بس 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 تمام. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم يتم احتسابها في الدقيقه 39 من الشوط الاول. ايه سببها بقى يا كابتن اسلام؟ لو جينا بقى فتحنا بقى اهمال من الحكم، ان هو المفروض بعد ما كنا تلعبوا اللعبه راحت ناحيه ثانيه، المفروض ان انت تجري سريع وتفتح زاويه رؤيه، هو ما شافش اي حاجه من اللعبه دي. هو ما شافش اي حاجه. يعني بص بص كده، لما خلينا بقى فاتحينه، ممكن هنا لما تحس، خلينا فاتحين بس، خلينا فاتحين. بص ما ظهرش ما ظهرش ما ظهرش في المكان. اقف بص بقى هو عمل ايه ورجع خد خطوه لورا لورا. هو انا المفروض اجي فين يا كابتن اسلام؟ امشي هنا جري سريعا. هو ما شافش اي حاجه من اللي حصل ده، وده يعتبر اهمال من البنا في اللعبه ديت. ده اللي ما خلاش، ما شافش حاجه، لكن هي ركله جزاء صحيحه، لان حتى اللاعب طلع يا كابتن اسلام ايه؟ اذا ركله جزاء صحيحه. ليه بقى؟ لان هو انا متاكد البنا لو في اللعبه دي جه وشاف هيشوف، لان اللاعب هيشوف ركله جزاء. اللاعب هنا بيعمل ايه؟ اللاعب هنا طلع ايده وعامل حائط صد، زي الكره الطايره كده يا كابتن اسلام. يعني طلع بايده وايده بره. اصل بص دي يا كابتن، هي دي انا عملتها مقارنه ما بين دي وما بين دي. بالظبط. نيجي بقى اللعبة الثاني. طبعا ركله جزاء صحيحه 100% يعني، وسببها عدم تمركز الحكم الصحيح. تمام. نيجي بقى للعبة تاني. او لا ده لعب عادي يعني ديت ولا انا شايف ان هي لعب ايده جنبه. دي ايده جنبه هاني، ده لعب عادي. معنا بنقول ايه المعايير؟ معايير لمسات اليد كان النهارده في اختلال في المعايير، المعيار مش واحد. بالظبط كده. المعيار في لمسات اليد ما كانش واحد. وهو ده دايما اللي احنا عايزينه، تطبيق نفس المعايير على الفرقتين. بالظبط. على الفرقتين. بالزبط. على فكره، او على فرق الدوري كلها. بالظبط. بس احنا قلنا الاولانيه كان بسبب الاهمال، هو ما راحش ما شافش حاجه، هو فضل في مكانه، الركنيه اتعملت. واذا كان قال لك ورجع لورا في الكره دي، زي قال لك المسافه هنا اقل من المسافه. لا المسافه اتلغت يا كابتن اسلام من لمسات اليد يعني. هي اتلغت، لكن احنا لو مشيت ان انت دي في اللعب ايده ممكن تبقى طبيعيه، انت حسبت. طب الثانيه ما حسبتش ليه؟ بالظبط. لان انت ما جيتش، انت رجعت لورا، ما رحتش عند، المفروض تجري سبرنت، لان انت ما شفتش اي حاجه. ما شفتش اي حاجه. وقلنا حاجه يا كابتن اسلام، نقف بس دقيقه واحده يا جماعه، دقيقه واحده. قلنا ان 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 اهم حاجه الحكم احسب في نص الملعب وكل الكلام ده يا كابتن اسلام، انما اهم حاجه اختبارات رسميه منطقه الجزاء يعني. اختبارات منطقه الجزاء هي اللي بتظهر فيها قدرات الحكم يعني. تمام. هنروح بقى اللعبه دي. طبعا هو هنا اتعامل بلعبه هجمه، واتعامل مع الاثنين، ما اداش حاجه يعني، اتعامل مع الامور بهدوء. البنا خلص بين وليد ولاعب الاسماعيلي، كانت هجمه ما فيهاش اي حاجه يعني. حصل حاجه يعني، اختلاف بين وليد واللاعب، وجابهم الاثنين وانتهى الموضوع يعني. اخر لعبه معانا. نرجع بقى اللعبه دي. اللعبه دي مهمه جدا يا جماعه، اللعبه دي مهمه جدا. امشي امشي معايا، امشي. اوه بس اوف، هنا في ايه؟ في خطا. خطا فين بقى؟ مكان الخطا ده فين؟ الخطا ده على الكوز بتاع الدايره. اللعبه دي طبعا في كره القدم من اخطا يعني الالعاب دي، بنسبه 70 80% بتبقى هدف. اللعبه دي مفيش قطعه فرصه، انت فين قطعه الفرصه عندك؟ اهو نكمل اللعبه، نمشي نكمل اللعبه. فين حصل ايه هنا؟ هنا النهارده انت كنت تصفر، انت حبيت تتيح، بس هي اصلا مفيش اتاحه، لان مفيش فرصه هجمه هتعمل هجمه الهدف. لما تحسب ركله حره للفرقه في الحته دي، نرجع تاني ونشوف الخطا يا جماعه، نرجع نشوف الخطا. خلاص هنا وقف لي كده عند الخطا برده، عشان بس وقف عند، بص خلاص خطا هنا في الحته دي. ايه قدام عينين الكابتن بنسبه 70 80% هدف. انا وانت قدامك اهو، احسب هنا، لان ما عندكش اتاحه فرصه، مفيش لعيب راح يجيب جون، مفيش. المفروض كان اللعبه دي تحسب، اللعبه دي مهمه جدا ان انت كنت تحسبها محمود يعني. تمام. اذا دي كانت اخر لعبه معانا كابتن ايمن. اذا ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها للنادي الاهلي في الدقيقه 39 من عمر الشوط الاول بسبب ايه السبب؟ بسبب الاهمال. اهمال من الحكم بعدم التمركز الصحيح. بعدم التمركز الصحيح صحيح. على الرغم انا شخصيا بحب كابتن محمود البنا جدا على المستوى الشخصي، جدا الحكام اللي فنياتهم كويسه، لكن احنا بنحلل المباراه كابتن اسلام، بنحلل المباراه معينه. انت ممكن تبقى طب في مباراه، ممكن في مباراه ثانيه يبقى عندك اخطاء. الثبات في التحكيم مش ان انت مستواك كويس، مش شرط ان انت اقول عليك كويس على طول. انت ممكن يبقى في مباراه عندك اخطاء، بنقول اخطائك اللي كانت عندك وانت بتتعلم منها، بتشوف ما حسبتش ليه. فهي دي القصه كابتن اسلام يعني، انت مش شرط ان انت كويس هتبدا كويس على طول. لا كويس دي في نفس المباراه كابتن، في المباراه اللي هتلعبها. ممكن ابقى كويس الماتش ده، المباراه الجايه ما بقاش كويس. هو التحكيم كده كابتن اسلام. عموما نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، وبشكرك جدا يا كابتن ايمن على ان احنا ما اختلفناش الحمد لله. لا ما اختلفناش، هي كانت ركله جزاء صحيحه، وبالتالي هي ركله جزاء لم يتم احتسابها. بالظبط. شكرا جزيلا لك كابتن ايمن. شكرا، شرفت ونورت. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كل ما نطلبه خلال الفتره القادمه هو العداله التحكيميه، العداله التحكيميه لكل الفرق. طبعا النادي الاهلي يتمنى ان يكون هناك عداله تحكيميه ونفس المعيار يتم تطبيقه على كل الفرق في بنفس الشكل. ركله جزاء للنادي الاهلي، احسب ركله جزاء للنادي الاهلي. ضد النادي الاهلي، احسب ضد النادي الاهلي، ما عندناش اي مشكله. ولكن ركله جزاء كان من الممكن ان تغير شكل المباراه تماما، واستطيع النادي، كان ممكن جدا احنا النادي الاهلي كسب
وكسب 3 نقاط، ولكن كان من الممكن أن يكون هناك شكل مختلف ونتيجة مختلفة وأداء مختلف للنادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. 3 نقاط هامة جدا أضافها النادي الأهلي إلى رصيده ليصبح دائما خلال 8 أو 9 أسابيع السابقة في صدارة جدول الدوري العام المصري. أشكركم، إن شاء الله هنلتقي مع حضراتكم يوم السبت. يوم السبت عندي حلقة هامة جدا في برنامج سهرة مع، هيكون معايا واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين والمدير الفني لحراس المرمى سواء في النادي الأهلي لفترات طويلة جدا أو حتى لمنتخبنا الوطني، النجم الكبير كابتن أحمد ناجي. كابتن أحمد ناجي هيكون معايا إن شاء الله يوم السبت في حلقة إن شاء الله تكون ممتعة لكل جمهور النادي الأهلي. بعد قليل هيكون مع حضراتكم إن شاء الله برنامج ملك وكتابة مع النجمين عدل القيعي وإبراهيم المناسي. بشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم السبت في برنامج سهرة مع كابتن أحمد ناجي.